العسكر الجزائرية باش نقول لا مافيا هذه اللي حاكمة البلاد عوجاه ربي أعطك الشعب الجزائري روعية منكم وعيب عليكم الاستقواء على أبناء الشعب الضعفاء بالخارج، أنتم لستم أبناء الجزائر. الشعب قال كلمته ارحلوا ارحلوا كفانا فسادا 20 سنة فيها بركات بركات لا للوجوه الفاسدة والمفسدة، نعم للوجوه مصلحة نظيفة لم تتولى القيادة منذ 20 سنة. سبحانه وتعالى لا أغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ونحن اليوم الشعب الجزائري قد خرجنا لنغير ما بأنفسنا، نحن نطالب بحقنا اليوم، نحن كشباب وكل الفئات في كل الفئات العمرية في هذه الدولة، نحن نطالب بحقنا ونطالب برحيلكم. خرج على حقنا وحق أولادنا. قليل ما عقبنا بكري مع فرنسا. شعارنا الاخر لا بدوي لا يحيى الجزائر احلى، ما نسحقهمش اخويا، خوانا يدعوا باللي ايادي خارجيه تحرك فينا وهما قاعدين يروحوا يطلبوا في روسيا وفي المانيا. يا السراق يا اللي نهبتوا اموال املاككم اموالنا. خرجنا كل جمعه ان شاء الله باش نسقطوا النظام والاحزاب المواليه، لازم كامل الاحزاب الافلان لا راندي الاحزاب المواليه للنظام لازم ترحل كامله.